افتتحت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية ملتقى الشباب المنعقد ببيت الكرمة بكينج ماريوط بالإسكندرية. يقام ملتقى الشباب كل عام برعاية قداسة البابا تودروس الثاني، ويستمر حتى الأربعاء المقبل تحت شعار التنمية المستدامة. وتم دعوة أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية من قبل الملتقى للتعرف أكثر على أنشطة الأسقفية وبرامجها المتنوعة. احنا النهارده في ملتقى الشباب جايين علشان نتعرف على شباب اكتر ونضم عدد اكبر من المتطوعين لاسقفيه الخدمات. اسقفيه الخدمات بتخدم في كل مصر، هي الذراع التنموي للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه في الخدمات الاجتماعيه في كل مصر من اول اسكندريه لحد اسوان. واحنا كمان بنتشرف ان احنا عضو في التحالف الوطني للعمل الاهلي. التحالف الوطني للعمل الاهلي هو كيان بيضم حاليا 34 مؤسسه وهيئه بتعمل في العمل الاهلي وبتخدم في الأرض. الهدف من التحالف هو التنسيق والتكامل بين أعضاء التحالف كلهم. الملتقى بيهدف لتنمية مهارات الشباب كنسيا وخدميا وروحيا ووطنيا واجتماعيا وثقافيا. المرة اللي فاتت زرنا عدد من الأماكن الدينية، طبعا كان مكاننا موجود في مركز لوكوس ودير أنبا بشوي تحت رعاية قداسة البابا المعظم أنبا تودروس الثاني، وكمان زرنا أماكن مختلفة في مصر، في اسكندرية، في القاهرة زي قصر عابدين، زرنا العاصمة الإدارية الجديدة وشفنا العمل التنموي العظيم اللي بيحصل هناك.